السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أكبر مشكلة بتواجهنا في المش بتاع الجبنة القديمة، وهو إن المش خف وبقى سايل زي المية. إزاي نتقله تاني؟ هقولكوا على طريقته. طريقته سهلة جدا، في خطوة واحدة بس، بيكون حلو كده وتقيل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وكمان ازاي توصلوا المش اللون ده بدون اضافة مرتة بمكون في بيوتنا كلها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. اول حاجة هنجيب حلة كبيرة، لازم تكون كبيرة، ونحط فيها المش. المش ده انا مصفياه وما كانش فيه اي حشرات خالص طبعا، وانا بصفيه المصفى فضل فيها جبنة مهرية حطيتها مع المش. طبعا لو المش عندك فيه اي حشرات، الحشرات دي هتكون موجودة في المصفى مع قطع الجبنة الصغيرة، لازم ترميها. ما ينفعش خالص المش يكون فيه اي حشرات نهائي، لانها مضرة جدا بصحتنا. بعد كده هنحط الحلة على النار العالية، لازم نحطها على نار عالية والحلة تكون مكشوفة، ونسيب المش يغلي لحد ما كميته تقل خالص ويكون تقيل زي ما احنا عايزين. طبعا ريحة المش بتقلب لنا البيت كله، بس الريحة بتكون جميلة جدا فما تخافوش خالص. هنفضل نغلي في المش لحد ما يتقل، يعني يكون في نص المرحلة تقريبا. بعد كده هنشوف هنضيف عليه ايه. هو كده كميته نزلت للنص. طبعا هنقول ان المش هيكون شوية صغيرة واحنا عايزين المش كتير. برضو هقولكوا ازاي تزودوا كمية المش عشان تكفي الجبنة عندكم. كل شوية قلبوا المش تقليبة واحدة بس، وما تخافوش هو مش هيلزق منكم في الحلة خالص، لانه بياخد مدة طويلة. وفي نص فترة الغليان تقريبا هنضيف على المش ده شوية ترمس، ممكن طبعا تضيفوا حلبة بدال الترمس، وممكن كمان تضيفوا حلبة وترمس. الترمس بيقضي على عفونة الجبنة القديمة، وكمان ما بيخليهاش يتكون فيها اي حشرات نهائي. بس انا بضيف الترمس عشان طعمه بيكون حلو جدا مع الجبنة القديمة، يعني ممكن ناكله عكس الحلبة. وممكن كمان تحطوا الترمس على الجبنة وقت ما تحطوا المش عليها، بس انا بفضل اني اغليه مع المية عشان المية بتاعة غلي الترمس تكون موجودة مع المش ويكون مفعوله اقوى. وهضيف عليه كمان عسل اسود، شوية من العسل الاسود مش كتير. العسل بيخلي لون المش جميل جدا، وكمان بيعادل ملوحة الجبنة، وكمان بيعادل حموضتها ويخلينا وقت ما ناكل الجبنة ما تتعبناش قوي. وهنسيب المش برضو يغلي على النار لحد ما يتقل معانا. المش كده تقل خالص، طبعا بهدل لنا البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هقلبه تقليبة واحدة بس، طبعا المش كميته قلت جدا، انا بقى دلوقتي هزوده. طب هزوده ازاي؟ يعني هزود كميته ازاي؟ انا كان عندي كمية من الجبنة القريش، طبعا فضل منها شوية مهريين خالص، هضيفهم على المش. لو ما عندكوش جبنة مهرية زي كده، اشتروا جبنة قريش وهروها او اهرسوها وضيفوها على المش. وهسيب الجبنة القريش دي تغلي مع المش وتاخد من اللون بتاعه. وانا ممكن كنت احطها في الاول خالص، بس انا ما حطيتهاش عشان اشوف كمية المش اللي عندي كتير هتكفي او شوية صغيرين هتحتاج اني ازوده شوية كمان. لو المش طلع تقيل معاكو وعاوزين تخفوه شوية، ضيفوله شوية لبن مغلي او شرش مغلي
ولو ما عندكوش لبن او شرش هاتوا كيس لبن بودر ودوبوا الكيس مع شوية مية مغلية، ولازم المية تكون مغلية، وضيفوها على المش ده. وممنوع منعا باتا تضيفوا اي سوائل قبل غليها على المش، لانها بتخلي الجبنة تفسد ويظهر فيها حشرات. انا هسيب المش يغلي شوية كمان ويتقل اكتر من كده شوية، وقبل ما اشيله من على النار بشوية صغيرين هضيف عليه شوية من الشطة، شطة قرون انا جايباها من عند العطار، قرون زي ما هي. الشطة دي نفس الشطة اللي بنستخدمها عندنا في الاكل، بس الشطة التانية بتكون بودر، انما دي صحيحة زي ما انتوا شايفين. وفوائد الشطة دي انها بتقتل اي حشرات موجودة في المش، وكمان بتدي للجبنة طعم جميل جدا. هقلب الشطة دي مع المش شوية وهسيب المش يغلي معاها شوية، بعد كده هشيله من على النار. انا كان ممكن احط الجبنة مع الترمس والعسل، بس فضلت ان انا احطها في الاخر خالص، عشان لو حطيت الشطة في الاول هتقلب ريحة البيت كله شطة، ومحدش هيستحمل ريحتها لانها بتكون حراقة جدا. شايفين المش تقل جدا ازاي؟ بعد ما يبرد هيتقل اكتر، فعشان كده خدوا بالكوا وشيلوه قبل ما يتقل زيادة عن كده. طبعا بتكونوا مجهزين الجبنة القريش، جايبينها قبلها باسبوع، وكل يوم ترشوا عليها ملح كتير مرتين في اليوم، وتحطوها في مصفى عشان تصفي المية الزيادة اللي فيها. لو في الشتاء سيبوها برا التلاجة، بس يفضل في الصيف تدخلوها التلاجة. بعد كده بتدخلوا الجبنة دي ترصوها في بطرمان او في بلاص. البلاص انا جبته وعتقته وجهزته، الفيديو بتاعه هحطه في الوصف تحت الفيديو ده، اتمنى تشوفوه. لازم البلاص يتعتق عشان اما تحطوا فيها الجبنة ما يرشحش او ينزل المش اللي احنا عملناه او حطيناه على الجبنة منه، فلازم نجهزه قبل ما نحط الجبنة فيه الاول. بعد ما بترصي قطع الجبنة بتنزلي المش عليها بعد ما يبرد، لازم المش يغطي كل كمية الجبنة اللي عندك، وتقفلي البلاص كويس جدا وتسيبيه من 3 أسابيع لأربع أسابيع أو لشهر. بعد كده بتفتحي على الجبنة القديمة وتستخدميها عادي، ويفضل طبعا انك ما تدخليش ايدك فيها ابدا. لازم تاخدي الجبنة بحاجة كبشة مثلا، ولازم تكون الكبشة دي ناشفة تماما من المية. كده هتحافظي على الجبنة القديمة كويسة جدا، ما فيهاش اي حشرات خالص ولا ريحتها وحشة، هتفضل زي ما هي زي ما حطيتيها، سليمة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.